هذه أعتقد لمعارضة أن يعبروا عن موقفهم في بشكل حضاري، وهذا حق من حقوقهم. ولو أن صاحب الكلمة طبعا قد تمت إقالته في مجلس العامة نظر الغيابات المتكررة، ولكن رغم ذلك من حقه أن يحضر معنا وأن يعقد ندوات صحفية ليقول الحقيقة وغير الحقيقة. سيد الرئيس، نحن نريد أن نضرب الأمام.